ينضم إلينا من البصرة مراسلنا سعد قصي. سعد مرحبا بك. سعد، إذا لا توجد اليوم أي مباراة، كيف هي الأجواء بشكل عام في البصرة وكيف هي الاستعدادات ليوم غد؟ مساء الخير علي. يعني قبل قليل طرح اتحاد كرة القدم بطاقات مباراة العراق والسعودية، وهي كما وصفت بقمة الخليجي عبر الموقع الإلكتروني أونلاين، ودعا الجماهير لشراء هذه البطاقات، ويعني ضمن آلية تضمن عدم طرحها إلى السوق السوداء. كذلك أيضا كان هناك مؤتمر صحفي إلى رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، تحدث فيه عن قضايا تتعلق بما رافق حفل الافتتاح من بعض الإخفاقات، وقال أنها تم تداركها وسيجري يعني في المستقبل تلافي جميع الأخطاء التي سجلت. وكذلك أيضا كان له حديث مع وسائل الإعلام لتسهيل مهام عملها في تغطية مباريات كأس الخليج. كذلك اليوم أصدرت قيادة الشرطة بيانا دعت فيه إلى عدم شراء البطاقات التي يجري تزويرها، والانتباه تنبيه وتحذير المشجعين حتى لا يقعوا بالفخ، يعني بفخ المزورين. كذلك أيضا نبهت إلى أو دعت المشجعين إلى عدم الدخول إلى المدينة الرياضية من خلال السياج الخارجي، وتوعدت بمعاقبة المخالفين، وهذه هي تأتي أيضا في سياق الإجراءات التي تم اتخاذها ولتلافي الأخطاء. طبعا الأجواء جميلة علي في البصرة. نحن نقف في شارع الفراهيدي، وفي هذا الشارع بدأنا نشهد هناك رواد من دول الخليج قاموا بزيارة هذا الشارع، استغلوا هذا اليوم لا توجد مباريات ويزورون هذا الشارع. قريب منا مشجعون من سلطنة عمان يودون أيضا أن يشاركوا معنا في هذه التغطية والحديث عن ما شاهدوا في البصرة وما وجدوه خلال تواجدهم. نعم تفضلوا. مساء الخير. احنا نقول بالبصره مساءكم خليجي حبيبي. على راسي. تسلم حبيبي. تسلم. كيف وجدت الاجواء اليوم؟ نشوفكم في شارع الفراهيدي للثقافه. نعم. تتجولون. نعم. بعيد نوعا ما عن الرياضه. حقيقه احنا في ارض الثقافه قبل كل حاجه، ارض التاريخ، ارض الحضاره، وهذه اول مميزات هذه البلد الطيبه. فبالاضافه الى اجواء الخليجي 25 ايضا كان من اهتماماتنا جدا الاطلاع على الجانب الثقافي في هذه الارض الطيبه، ومن خلال هذا المنبر في شارع الفراهيدي التقينا بكثير من القراء، من الخطاطين، من المؤلفين، واقتنينا بعض الكتب التي تعكس الجانب الثقافي لهذه الارض الطيبه. ما رايكم بهذا الشارع عموما؟ كيف وجدتموه؟ يعني شيء جميل ان يكون هناك شارع ثقافي والعراق يعاود الاهتمام بالثقافة كما يهتم بالرياضة. جميل جدا. هو تنظيم، من ناحية التنظيم جميل جدا، مرتب ونظيف وكل حاجة. أيضا هنالك رسالة لهذا الشارع أو لهذا التنظيم، والرسالة وصلت من خلال إعادة تنظيم أو إعادة نشر الثقافة ما بين الشعب اللي هو مثقف أساسا، وإن شاء الله رب العالمين نطمح أيضا أن يكون مثل هذه التنظيمات موجودة و الكثرة منها إن شاء الله رب العالمين. شكرا لحضرتك. أسأل حضرتك، شنو أكثر شيء لفت انتباهك في البصرة يعني خلال تجوالك هذه الأيام منذ أن وطأت قدماك أرض هذه المدينة؟ والله أنا يعني اتفاجأت بكرم واستقبال الضيافة البصراوية، وبالنسبة للعراق عامة يعني ما أخص، لكن البصرة أنا لاحظت يعني كرم، يعني ما كنت يعني كان الإعلام ناقل لنا صورة عكسية عن اللي شفناه اللي سمعناه، ولكن تفاجأنا وانصدمنا. يعني شعب جبار، شعب يعني مضياف، شعب كريم. يعني انت تمشي في اي شارع اي مكان الناس تيجي تحييك، تعرض عليه خدمات، تروح عندنا البيت، روح المقهى نغديك. يعني حاجه بصراحه يعني انا ما جالي شفتها في مكان اخر. فالبصره فعلا البصره ديرتنا، البصره ديره الجميع. العراق الله يحفظ العراق بأن تعيد لم شمل العرب مرة أخرى. طبعا أصلا البطولة نجحت قبل أن تبدأ، فما بالك البطولة بدأت وإحنا في أجواء البطولة. والحمد لله يعني نتمنى التوفيق للجنة المنظمة والإخوان في الاتحاد
العراقي لكرة القدم. أسألك شوي رياضة، تتوقع هناك حظوظ قوية للمنتخب العماني في هذه المباريات، في هذه التصفيات اللي بدأنا نشهدها؟ والله المنتخب العماني فاجأنا بأداء باهت حقيقة، يعني ما كنا نتوقع، لكن احنا نلتمس ليه العذر، لأن معظم اللاعبين اللي كنا معتمدين عليهم إصابات، وفي بعض اللاعبين اختيارات مدرب ما كانوا موجودين في الفورمة وما كان يومهم. لكن العراق بعد طبعا العراق فريق كبير، يعني تسلح بالأرض والجمهور. أكيد أكيد أكيد، لكن العراق كان بيعملها آخر الثواني، لكن الله نقدم من سعد. شكرا لضيفيك، هذا ما يسمح به وقتي سعد إذا تسمح. نعم، احنا نشكركم، شكرا لكم، نتمنى لكم إقامة سعيدة في البصرة. نعم، شكرا لك سعد قصي مراسلنا من البصرة، وشكرا لضيفيك الكريمين.